صوت تونسي عربي بامتياز استطاع أن يشق طريقه في عالم الفن المليء بالكثير من التحديات والصعوبات لفنان شاب مثله. صوته لمع أيضا من قبل في عدة حفلات في مصر ولبنان ودبي، فيما تم تكريمه من دار الأوبرا المصرية كأحد الأصوات العربية الأصيلة. ضيفنا اشتهر أيضا بإعادة توزيع أغنية بتناديني تاني لي، وهي أغنية فلكلورية مصرية قبل عامين، ويواصل الآن العمل على أغانيها الجديدة استعدادا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على طريقة الفيديو كليب. تفاصيل أكثر نتابعها مع ضيفنا مشاهدينا الكرام الفنان التونسي فادي كريم، رحبوا معنا به. صباح الخير يا فادي. صباح النور، صباح الكل على مصر والدول العربية. صباح الخير. صباح الخير فادي. صباح الخير. انت دلوقتي قلت لي انك في مصر بقالك سنتين. دلوقتي لما بتبص لنفسك او بتقف، دايما الواحد مننا كده كل فتره بيقعد مع نفسه يشوف وصل لايه، فاضل ايه، انا عايز اعمل ايه ووصلت. بتقول لنفسك ايه دلوقتي حاليا؟ دلوقتي هذه المرحله يعني. يعني الفنان على طول بيتعلم، الفنانين على طول بيدرس، اي حد يعني لازم يتعلم ولازم يكمل، حتى لو يقول انا وصلت، لا ما يقدرش يقول انا وصلت يعني. بس اكيد وصلت لحاجات معينه الحمد ربما لله. تكون اكيد طبعا زي الحمد إيه؟ لله تكرم في دار الاوبرا المصريه. حاجه شرف ليا طبعا. في تونس الحمد لله ناس بتحبني، والحمد لله يعني عملت مهرجانات في تونس، في دبي، في لبنان، اغاني، في ناس بتحبني يعني. طيب بالحديث عن الاغاني، ايه الاغاني اللي حتقدمها خلال الفتره القادمه؟ يمكن احنا ذكرنا في المقدمه هناك اغاني بتعمل لها او بتعملها بطريقه الفيديو كليب، من ضمنها يمكن اغنيتين اللي هي خطفت القلب معاك. خطفت القلب معاك. خطفت القلب. لا مش دي، لا دي كده بمصر يعني. انت واحد من مصر. خطفت القلب معاك وغاضتني روحي. غاضتني روحي. دي اغنيه للدكتور الشاعر والملحن رضا شعير، تعامل قبل كده مع لطفي بوشناق وصابر الرباعي. صحيح. يعني شاعر كبير قوي، واخذت من عنده 2 اغاني. وين وصلت بالاغاني يعني؟ خلاص هم خلصوا الاثنين، ان شاء الله الاسبوع ده ان شاء الله حيكونوا موجودين يعني. طيب سمعنا ايه بقى؟ سيب لك على ذوقك. اسمع حاجة لمصر؟ يلا. يا مصر مين يقدر عليكي، ربنا دايما حميكي، ما تشيليش الهم أبدا، ده اللي خلقك مش نسيكي، واللي على مصر فكر يكسرك كان غير واشطر، ما تخلقش اللي يمسك، كلنا عايشين بحسك، رفرف بعالمك ونسرك، ده انت اقوى كنت فيكي. يا مصر مين يقدر عليكي. الله، انت شخصية تانية وانت بتغني خالص يا فادي. حاجة تانية خالص. لا حاجة تانية. لا جميل. انت جيت مصر ليه يعني؟ مستني منها ايه؟ مصر هي بوابة العرب يعني. مش هننكر يعني انه مصر يعني بتفتح الابواب للعرب. في كتير من توانسة هنا نجحوا يعني في التمثيل. صحيح. في الغناء. فيعني مصر بوابة الفن وبوابة العالم العربي يعني. لقيت اللي انت عايزه يعني؟ عفوا عمر، يعني حسيت ان انت بالاغنيتين الجداد اللي انت هتعملهم حاسس لا في فرق عن ما كنت ما جيتش مثلا؟ الحمد لله يعني. اكيد يعني انا حاطط في دماغي يعني الاغاني دول هينجحوا في مصر، وبتناديني تاني ليه عملت شغل كويس في مصر يعني هنا. الحمد لله يعني. طيب ايه المشاكل اللي تتواجهك كفنان فادي يعني لو نتحدث في مصر او حتى في تونس او اي فنان شاب موجود في اي مكان، ايه المشاكل ممكن تواجهه؟ المشاكل ممكن تكون شركه الانتاج يعني. يعني يكون الفنان بينتج نفسه، والا يكون معاه يعني شركه انتاج تنتج له الشغل بتاعه. هذه المشكله بتاع اي فنان يعني. يعني والحمد لله انا لقيت يعني دلوقتي ناس معايا في مصر وفي تونس، وشركة ديماس للتوزيع ان شاء الله هتكون معايا في الاغاني الاثنين دول. الحمد لله يعني. في مدير اعمالي احمد حسن يعني، في ناس حلوه معايا في مصر ولا في تونس. انا اتمنى لك يعني التوفيق. هناك يعني اكثر من طلب على اغنيه بتناديني تاني لي. انا مش بتناديني تاني لي. الشباب في الكنترول عايزين نسمعها شويه. يلا. وبتناديني تاني لي
انت عايزة مني ايه؟ انت خلاص حبيتي غيري، انت خلاص حبيتي غيري، وروحي للي حبتي، وروحي للي حبتي. قول لي يا فادي، لما بتبصوا للجيل للزمن الجميل، عايز اعرف مين اللي انت بتعتبره قدوه ليك او مثل ليك في الغناء، وبتبص لهم وبتحسدوهم على ايه؟ لان ده كان زمن طبعا حلو، فنانين طبعاً. وملحنين ومغنيين وشعراء. ايه اللي بتفتقدوه دلوقتي من الزمن ده؟ هو ممكن الزمن الجميل ده كان يعني ده طرب لينا، وده مدرسه لينا كفنانين. فدلوقتي بقت في مكنه بتاعت شغل وفنانين وحاجات، بس قبل كان يعني ممكن الملحن والشاعر يكون تحفظ الاغنيه، يعني قبل تشد الاغنيه تحفظها يعني قبل مده، ولازم طبعا التدريب. وتو دلوقتي كل حاجه بقت في عصر السرعه يعني. سهله. طيب فادي، انت ايه اللي تفكر فيه في اغانيك؟ يعني ايه اللي تركز عليه لما انا اجي اعمل اغنيه او اريد اعمل اغنيه؟ ايه تفكر بيه؟ اعتقد كل مطرب يمكن اهتماماته مختلفه. يمكن الكلمه واللحن. الكلمه قبل اللحن. الكلمه قبل اللحن. مش عايز كلمات يعني تكون يعني ركيكه. طب ما احنا عايزين نسمع اغنيه مثلا ليا من البومك الجديد. خطفت القلب معاك. هو نخليها لسه ما نزلتش الاغنيه يعني. انت مش عايز تحرقها يعني. دول بيعتبروا دي اول اغاني ليك فعلا يا فادي يعني؟ لا انا عملت اغاني قبل كده، بس دي اول اغاني يعني دلوقتي الجديده في 2019. لا ليك اغاني انت البنات. طب نسمع حاجه بتاعتك انت. يلا. طيب هتكون حاصلي هغني من اغنيه غاضتني روحي. يلا. هنا اول مره علش يما دنيا عكستني، عايش مظلوم وخلتني، دي اللي تنية دي عتنية، دي اللي تنية دي عتنية، على خاطر صادق في احساسي، متغرب بين اهلي وناسي، وناسي هما اللي عملوا فيا، ناسي هما اللي عملوا فيا. جميلة. حلوة. غاضتني روحي يعني ايه؟ غاضتني روحي زعلان على نفسي يعني. غاضتني روحي، كي هجرتي، كيف غدرتي وغيري اخترتي. تحية للشاعر رضا الشعير يعني. دي اغنية تونسية بامتياز. كلمة تونسية. نوجه لها تحية طبعا من برنامج يوم جديد. ليه ما شاركت بمسابقات الاغاني؟ يعني فادي انت صح ليك اغانيك، انت ليك يعني اغانيك الخاصه بيك، وحققت يمكن النجاح اللي انت تطمح له، لكن كثير يفكر انه هذه البرامج طريق مختصر وقصير للشهره. طبعا هو طريق مختصر، لكن ممكن تقع في اي لحظه يعني. انت يعني تشتغل يعني على اضواء وكل حاجه، بعدين ممكن يعني ما فيش حاجه بعد البرنامج ده يعني. في كتير فنانين يعني طلعوا، وفي كتير فنانين نزلوا يعني. طبعا مش حاجه اصلا يعني. بس بيبقوا ايه يعني، على الاقل اساميهم اتعرفت. صحيح. بتشتغل على نفسك ازاي يا فادي يعني؟ هل انت لوحدك اللي بتشتغل على نفسك وتمرينات صوت، ام انه بتروح لكيان معين او حد معين؟ طبعا يعني في فوكاليز بيتعمل، وفي ناس معايا يعني بيظبطوا لي الشغل في الفن، في الصوت، في اللحن، في الكلمات، بيختاروا معايا الكلمات والحمد لله يعني. ده بمعدل قد ايه مثلا ممكن ان انت تعمل تدريبات للصوت اصلا؟ يعني ممكن يوميا يعني. يوميا؟ يوميا. يوميا عشان يبقى الصوت تمام يعني. وليك نظام حياه معين؟ المطربين بيبقى ليهم نظام معين طبعا يعني. النوم لازم ترتاح والحاجات دي يعني. لا قبل قبل كل اغنيه ولا بصوره عامه؟ يعني بصوره عامه. بصورة عامة. لا حياة صعبة. هذه يعني ثمرة النجاح يعني، دائما ضريبة النجاح. طيب فادي خلي نسمع منك شيء أخير. نختم بها الفقرة. نعمل أنا مهما كبرت صغير أو الناس العزاز. آخر واحدة. الناس العزاز. يلا. الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كان من خيري لا يخجل ولا يختشي،
الغريب لقيته حن والقريب شيطان وجن حاجة تهبل أو تجن والمشاعر من إزاز ملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز ملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. الله احنا بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق. شكرا، ميرسي جدا على الاستضافه دي، ميرسي لقناه الغد وميرسي لكم ولكل الموجودين في القناه. شكرا لك يا فادي. فادي كريم طبعا المطرب التونسي الجميل الشاب، ربنا يوفقه. شكرا لك يا فادي. شكرا جزيلا لك.